16010 الرقم اللي ممكن ينقذ حياتك أو حياة أي حد حصلت له أزمة صحية طارئة زي أزمة قلبية. كسر، طفل محتاج حضانة، حادث الطريق، حرق. فين أقرب مستشفى فيها الإمكانيات المطلوبة؟ فيها مكان فاضي؟ التكلفة هتكون كام؟ ولو متأمن عليك يا ترى تبع تأمينك؟ 16010 رقم شايف معلومات عن وحدات الطوارئ وألاف سراير الرعاية المركزة والحضانات في أحسن مستشفيات مصر. رقم يوجه ويحجز ويتابع لغاية لما توصل وتطمن. تحت أمرك يا فندم. الحلقة إيه؟ المكان فين؟ واضح قدامي أكتر من مستشفى مناسبة، والأقرب على بعد 8 دقايق. حضرتك تحب أحجز لك؟ ستاشر زيرو عشرة بسعر المكالمة العادية. مش بس كده، هيدي لك خصم حتى لو المستشفى من اختيارك. سجل الرقم ونزل الموبايل أبليكيشن عشان ممكن ساعة الطوارئ ما تقدرش تنزله. 16010 بيخدم القاهرة الكبرى وجميع المحافظات قريبا. 16010 اطمن.